بر محمد وعلى محمد الصلوات. حدیث کی ساتھ ہی قبولیت واسطے بر دیگر صلوات. مجلس آزادی قبولیت واسطے بھی ایک تکلیف کر دی آواز بلند سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له عزك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر إليه وإلى وجهه يتلو كأن البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا عصاة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة أخوالي فقال يا أمه إني أشم عندك وهية طيبة كأنها رعية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتاز لي أن أدخل معك تحت الكساء قال السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد عزمت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا صعدا واذا بولد الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا فقال لي يا أمه إني أشم عندك رحية طيبة كأنها رحية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدعا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله أتى زمري أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزمت لك فدخل معكما تحت الكساء فأقبلوا عند ذلك أبا الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رأيتَ
طيبة كأنها رأية أخيه وابن عمي رسول الله فقلت ضمها مع والديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي ويا خليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد علمت لك فدخلت لها تحت الكساء فلما اقتبلنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرف الكساء وخاصتي وحرمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويعظمني ما يعظمهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات کا ذاکر مولوی تے سان نہیں ہوندا اپنی عاقبت واسطے ہوندی ہے اچھی پڑھو فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماواتي اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الامين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا امين وحي الله انه نعم قد عزنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعبي ان الله قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب انكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا
فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فعزوا شيعتنا ورب الكعبة صلوا. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه وطالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وسهل مخرجهم. چوڑاں دا کریم خالق ساڈی عبادت قبول فرما. حدیث کسا دا ثواب، مجلس آزاد ثواب، بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے مالک انہاں دیاں قبراں تک ایصال فرما. مالک مرحومین دیاں قبراں منور فرما، انہاں دے درجات بلند فرما. آل محمد دے اوکھے سفراں دا صدقہ انہاں دے سفر آخرت آسان فرما. مالک بانیان دے رزق کاروبار وچ برکت عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. بیمار کربلا دا صدقہ بیمار مومنین نو صحت یاب فرما، بے اولاد مومنین نو اولاد نرینہ عطا فرما، بے رزق مومنین نو حلال رزق وسیع عطا فرما. مالک حاضرین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، حاضرین دے مرحومین دے سفر آخرت آسان فرما. آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ پر عاشور دور چار شریف دی عزت محفوظ فرما. حجت برحق امام زمان علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما. امام زمان علیہ السلام دا صدقہ میرا مولا ساڑیاں ساریاں دعاواں مستجاب فرما. یا رب محمد و آل محمد و اجل فرجہم و ساحل مخرجہم. ایک دفعہ الحمد، ترائے دفعہ قول شریف پڑھ کے مرحومین دے ایصال ثواب واسطے بخش. بسم اللہ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. میرا اللہ علی محمد عزت و عظمت دا صدقہ سورہ فاتحہ کل شریف دا پڑھیا. میرا مالک جتنے حاضر بیٹھن تمام دے مرحومین نو بالخصوص بانیان دے مرحومین دے ایصال تک ایصال فرما. مالک انہاں دیاں قبراں منور فرما. قبر اچ مولا امیر المومنین علیہ السلام دی کرسی یا زیارت مشرف فرما. چوڑاں دی مدد نصیب فرما. بروز محشر امام حسین بادشاہ دی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين.